أعلنت وسائل إعلام الحوثية أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا شنتا غارتين على منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف في محافظة الحديدة غرب اليمن. وفي ساعة مبكرة أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها قصفت مسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، وقالت إنها أو إنهما شكلتا تهديدا للسفن التجارية وللسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وفي الموازات قال قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كارلاين إيران غير مردوعة بعد فيما يتعلق بدعم الحوثيين وحزب الله وحماس، وذلك على عكس الواقع في العراق وسوريا وفق قوله. أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا 344 غارة على اليمن منذ بداية العمليات العسكرية، وأشار إلى أن الحوثيين استهدفوا 61 سفينة في البحر الأحمر منذ بداية حرب غزة. وقال إنه خلال الأسبوع الجاري جرت 8 عمليات استهدفت 7 سفن ب19 صاروخا وطائرة مسيرة. وأوضح أنه تم إطلاق 403 صواريخ باليستية ومجنحة لدعم غزة على حد زعمه. وكشف الحوثي أنه تم استخدام أسلحة جديدة في العمليات الأخيرة شكلت مفاجأة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفق قوله. ثلاثة بحارة هي أول حصيلة قتلى منذ بدأ الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر في نوفمبر الماضي. الضحايا كانوا على متن سفينة شو كونفيدنس اليونانية التي استهدفها صاروخ الحوثي غير بعيد عن ميناء عدن اليمني. الخسائر لم تكن بشرية فحسب، تسببت هجمات الحوثيين كذلك في خسائر اقتصادية ظهرت ملامحها على النقل البحري، وأربكت الهجمات حركة الشحن العالمي مما أجبر الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة. وأمام هذا الوضع ارتفعت تكلفة تأمين الرحلات، ومعها ارتفعت أيضا تكاليف التسليم، ما أحدث مخاوف من موجة تضخم عالمية. كان الحوثيون في البداية يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل، لكن هجماتهم أصبحت تستهدف كذلك السفن المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية وببريطانيا. وردا على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على الحوثيين سعيا لاستعادة حركة الشحن في البحر الأحمر. حتى الآن فشلت هذه الضربات في الحد من الهجمات، وربط الحوثيون وقف هجماتهم بوقف إسرائيل لحربها على قطاع غزة. لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن مارك كيميت، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق للشؤون العسكرية والسياسية من لندن. ينضم إلينا براء شيبان، عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني السابق وزميل مشارك في المعهد الملكي البريطاني للدفاع والأمن. أهلا بكما وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من ضيفنا السيد براء. السيد براء، إذا نحن نتابع تطورات في البحر الأحمر، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت قصف مسيرتين
في مناطق سيطرة الحوثيين. الإعلام الحوثي تحدث عن رواية مختلفة، قال إنها قصفت منطقة رأس عيسى، قبل ذلك قال إنها قصفت مطار الحديدة. ما طبيعة ما استهدف في هذه الضربات الأمريكية البريطانية بحسب اعتقادك أو معلوماتك؟ نعم، تحية لك سارة وتحية لضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام. حقيقة الأمر أنه جماعة الحوثي ليست أول مرة تستهدف فيها أهداف مدنية من أجل تحقيق يعني أهدافها السياسية. الولايات المتحدة حسب رأيي لا زالت حتى هذه اللحظة تبدو مترددة. القصف الذي أنت تفضلتي فيه هو عادة يستهدف بعض المقدرات الحوثية، خصوصا منصات إطلاق الصواريخ والقدرات المرتبطة بالطائرات المسيرة، ولكنها لا زالت حتى هذه اللحظة عمليات محدودة للغاية، أي ليست كافية بالقدر الذي تردع فيه جماعة الحوثيين. الولايات المتحدة لا زالت تتعامل أن المشكلة مع الحوثيين هي فقط مشكلة البحر، وليست أن الجماعة هي مشكلة بحد ذاتها. وكل اليمنيين وكل من تعاطى مع جماعة الحوثيين يؤكدوا مرارا أن هذه جماعة هي جماعة إرهابية مثلها مثل كل التنظيمات الإرهابية. صحيح أن لديها خصائص مختلفة عن القاعدة أو داعش، ولكن الطريقة التي تستهدف فيها المدنيين هي ذات الطريقة. جماعة الحوثيين، أنا فقط للتذكير، استهدفت مطار عدن قبل ذلك وقتلت أكثر من 30 مدني من أجل تحقيق كذلك نوع من أنواع الإرهاب والتخويف ضد خصومها. وكلما تأخرت الولايات المتحدة وحلفائها في التعامل مع مشكلة الحوثيين، كلما كانت الكلفة باهظة، كلما كانت كلفة التعامل معهم أكبر. واليوم ندفع ثمن أكبر بكثير ما كان إذا تم التعامل معهم في السابق. اليوم القراءة ربما تختلف، وهذا سؤال للسيد ماركيمت. حينما تقول القيادة المركزية الأمريكية إن إيران لم تردع في دعمها لحماس، لحزب الله وللحوثيين على عكس ما يجري في سوريا وفي العراق، هل يعني بأنها تقرأ مسألة البحر الأحمر بطريقة مغايرة الآن، تربط كل هذه التطورات بطريقة واضحة وصريحة مع إيران؟ أعتقد أنه يجب عليهم فعل ذلك. من الواضح أن الأوضاع الحالية قد تردع قليلا، لكن هذا غير كافي في نظرا للجودة وكم الصواريخ المستخدمة. وكما قال زميلي محقا من لندن بأن الحوثيين هم عبارة عن تنظيم إرهابي، والأسوأ من ذلك فهم يسمحون لشعبهم داخل اليمن ليتضور جوعا. ونعلم أن اليمن هي من هذه الدول التي تعاني من تلك الظروف، وبدلا من إطلاق الصواريخ والمسيرات فالأجدر بهم أن يطعموا شعبهم. لذا فإن رغم الناس أن يتحدثون عن الحوثيين بطريقة إيجابية، لكن تبقى الحقيقة بأنهم جبناء، وهم أشخاص يهتمون فقط في أن يظهروا للعالم مدى صلابتهم في حين بأنهم يمتنعون عن القيام بمسؤولياتهم التي تتمثل بأبسط الأمور بمنع شعبهم من أن يتضور جوعا. إذن الآن الولايات المتحدة الأمريكية تشخص المسألة، تربطها بالإيرانيين وليس بالحوثيين فقط في البحر الأحمر. في هذه الحالة سيد مارك، ما طبيعة الرد والردع لإيران وللحوثيين في البحر الأحمر؟ لا بد لنا أن ننظر إلى المزيد من العمليات البرية والعمليات البحرية. لم نبلغ الوضع الذي يمكننا من خلاله إدخال قوات التحالف أو الولايات المتحدة على الأرض، لكنني قد أرى بعض الخطط المتعلقة بسلاسل الإمدادات وإدخال أنظمة أسلحة على الأرض. وأرى بأنه إذا ما استمرت الأوضاع وشكلت فرصة لوجود رجال مدربة لمواجهة الحوثيين داخل اليمن لفعل ما هو ضروري في مواجهتهم، وكذلك لمؤازرة عملية القصف الغربية. إذن هي مقترحات سيد ماركيمت لطريقة
تجاوز هذا الخطر الحوثي أو تهديدات الحوثية. السيد براء، من وجهة نظر يمنية، كيف يمكن ردع الحوثيين في البحر الأحمر؟ الطريقة الوحيدة اللي أنا أعتقد اللي هي قد تكون رادعة لجماعة الحوثيين أن التعامل مع اليمنيين. اليمنيين هم أصحاب المصلحة الأولى بأن لا تسيطر جماعة ميليشياوية مثل جماعة الحوثي على شواطئها وعلى مياهها الإقليمية. هناك مصالح اقتصادية كبيرة ممكن يجنيها المواطن اليمني العادي إذا كانت هناك يعني تنمية اقتصادية والاستفادة من الساحل الكبير الذي تتمتع فيه اليمن. فالولايات المتحدة وشركائها كذلك عليهم التعامل مع اليمنيين، التعاطي مع اليمنيين الذي لديهم مصلحة في ردع جماعة كذلك تعاونا عسكريا أو دعما تدريبا عسكريا. نعم تحديدا، لأنه أنت الآن لديك جماعة إرهابية تسيطر على الشواطئ، يعني تسيطر على ساحل كبير في الساحل الغربي لليمن. ماذا نتوقع؟ ما هو السيناريو الذي ممكن أن نتخيله في مثل هذا الوضع؟ وجماعة الحوثي لن تتوقف. من يربط الأحداث فقط بالحرب والمأساة التي حصل في غزة عليه أن يستوعب جماعة الحوثي لن تتوقف، لأنها تريد أن تغير المعادلة التي هي موجودة في البحر الأحمر. النقطة الثانية، كيف يخدم الفلسطينيين قتل بحارة أبرياء على في 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 خليج عدن؟ لدينا احنا بحارة من الفلبين ومن الهند، ما دخلهم في 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 الحرب التي موجودة داخل غزة؟ فمن يعتقد ان فقط العملية مرتبطة بغزة عليه إعادة قراءة المسألة. اليمنيين لديهم القدرة في ردع جماعة الحوثيين، ولكن التعاطي والتردد الذي موجود الى الان الى هذه اللحظة من قبل الولايات المتحدة وشركائها يجب أن يتغير. سيد مارك، الحوثيون نفذوا أكثر من 60 هجوم منذ 19 من نوفمبر في البحر الأحمر. في المقابل نفذت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضربات عدة، عشرات الضربات على الجانب الحوثي. اليوم يقلل الحوثيون من أهمية الضربات الأمريكية والبريطانية، ولكن بحسب اعتقادك وقراءتك عسكريا لهذا المشهد، ما الذي حققته الضربات الأمريكية والبريطانية؟ أعتقد الأهم من أي شيء آخر بأن تلك الهجمات قد نجحت في إبقاء عمليات عرقلة السفن الملاحية في الحد الأدنى. لقد وقع أكثر من حادث، ومن المؤسف بأن هناك ثلاث أو أربعة بحارين أبرياء قتلوا، كانوا فقط يقومون بأداء عملهم. يمكن للمرء أن يتخيل نسبة الوفيات إذا ما كانت عملية حارس الازدهار غير موجودة ولم تظهر نفسها منذ اللحظة الأولى. أعتقد أن هناك مجموعة من الناس كانوا ليموتون ويجرحون، وسوف تكون عمليات الشحن الدولي أكثر صعوبة بمئات المرات مما نراه حاليا. السيد براء، هل فعلا الضربات الأمريكية البريطانية حققت هذا الشيء؟ ما كان يتحدث عن السيد مارك، على الأقل ردع ولو جزئي. يعني هي بالتأكيد تدمر بعض المقدرات الحوثيين، ولكن هي ليست كافية. جماعة الحوثيين هي تعرف أنه سيكون استهداف من هذا النوع لبعض قدراتها الصاروخية، لبعض الطيران المسيرة الذي تستخدمه، ولكن جماعة الحوثي تعتمد بشكل كبير على تواجدها في ساحل كبير جدا، ساحل ممتد يعني على مدى الساحل الغربي لليمن. تخاف جماعة الحوثيين أكثر من شيء آخر خسارتها للأرض. إذا خسرت وجودها ونفوذها على السواحل اليمنية، هذا سيكون أكثر كلفة وأكثر ردعا بالنسبة للجماعة فقط من هذه العمليات التي تقوم بها حاليا الولايات المتحدة وبريطانيا. نعم سيد مارك، مساء كنا نتابع بعض الأخبار المتعلقة بالبحر الأحمر. هولندا مثلا أعلنت نشر سفينة حربية في البحر الأحمر لمواجهة تهديدات الحوثي، وقبلها كانت هذه العملية البريطانية الأمريكية تحالف حماية الازدهار، وكانت هناك عمليات أوروبية ليست عسكرية ولكن لحماية السفن، هكذا يقول الأوروبيون. هل يمكن أن نشهد أو نتابع تنسيقا دوليا أكبر في مسألة البحر الأحمر؟ لأنه إلى غاية الآن نرى تباين في وجهات النظر الأوروبية مع الأمريكيين والبريطانيين من جهة. Well, I don't think
لا أعتقد أن هناك أي تناقض في بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. عندما قدت حملة مكافحة القرصنة في عام 2009 كانت هناك ثلاثة منظمات تعمل معنا، هناك فورتيلا من الدول الاتحاد الأوروبي وكذلك تحالف دولي آخر. لا يوجد أي تناقض، لكن إذا ما وضعنا كافة هذه العناصر المختلفة مجتمعة من قبيل التزام بعض الدول مثلا بإطلاق صواريخ، بينما دول أخرى تقول بأنها لن تقوم بإطلاق صواريخ بل سوف ترافق السفن، ولكن المهم بأننا نجمع كافة هذه العناصر بطريقة منسقة رغم بأنها تفعل أدوارا مختلفة. وأنا سعيد أن أرى دول الاتحاد الأوروبي قد انخرطت، لأنه في نهاية الأمر دول الاتحاد الأوروبي هي التي قد تتأثر بشدة بسبب تلك الهجمات في المياه الدولية. لذا من غير المنطقي لدول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ألا يفعلان كل هذا دون مساعدة من نظرائهم، لأن هذا يعني بأن دول الاتحاد الأوروبي سوف تحصل على المزايا دون أي تكلفة. لكنهم قد انضموا الآن، واعتقدوا بأنها قد تكون عملية انتظار قليلة قبل اندماجهم. نعم، ربما ليس هناك تناقض بين العمليات، ولكن هناك اختلاف في طريقة التعامل، وهذا سؤال للسيد براء. يفضل الأوروبيون أن يذهبوا إلى حماية السفن ولكن دون الدخول في مواجهة أو توجيه أي ضربات على البر في اليمن، في المقابل توجه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضربات على الحوثيين حتى على مناطق داخل في الداخل، أمس كانت على الحديدة أو على مسيرتين بحسب القراءة. ولكن في هذه الحالة بين الأوروبيين وبين الأمريكيين والبريطانيين، ما الذي تبقى من خطوات لردع حقيقي للحوثيين؟ هي الإشكالية سارة الرسالة الذي تصل لجماعة الحوثيين. ما يصل لجماعة الحوثيين أن هناك تردد، أن هناك تباين، وأن الشركاء غير متفقين فيما يتعلق باستراتيجية واضحة لردع جماعة الحوثيين. النقطة الثانية، لا زالت الولايات المتحدة ليس هناك حتى على الأقل إلى الآن وضوح فيما يتعلق بشركائها الإقليميين عليها التعامل. هنا مصر متضررة من عمليات الحوثيين، المملكة العربية السعودية متضررة، هناك شركاء إقليميين حقيقيين بالإمكان التعامل معهم لتكون عملية ردع جماعة الحوثيين أكثر جدوى ومفيدة على المدى الطويل. النقطة الأخيرة، هذه حالة مختلفة عن حالات القرصنة السابقة. أنت لديك جماعة مدعومة من إيران، لديها سلاح باليستي يصلها، وزعيم جماعة الحوثيين يتحدث بشكل واضح أن لديهم سلاح جديد، بمعنى أن وصلهم سلاح من إيران بقدرات جديدة، هناك عناصر من الحرس الثوري الإيراني موجودين داخل اليمن. هذه حالة جديدة لم تكن يعني شبيهة بحالة القرصنة التي كانت تتم في السابق، عندما كانت العمليات بسيطة وبالإمكان ردعها بإرسال مثلا بعض السفن الحربية في السابق. ولذلك التعاطي مع جماعة الحوثيين يجب أن يكون هم مشكلة، لأنهم مسيطرين على البر، لأنهم مسيطرين على الساحل، وليس فقط بأنهم يستطيعوا ضرب الأهداف في البحر. وكلما استمر تواجدهم كلما سيكون الخطر، إذا بالإمكان يتم ردعهم اليوم، ولكن سيكون الخطر هذا ممتد لمدى يعني لسنوات كثيرة قادمة. شكرا جزيلا لكما. من لندن كنت معنا براء شيبان، عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني السابق وزميل مشارك في المعهد الملكي البريطاني للدفاع والأمن، وكان معنا من واشنطن مارك كيميت مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق للشؤون العسكرية والسياسية. شكرا.